بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين. أحبتي الكرام، أعزائنا الطلاب والطالبات في جامعة العلوم والتكنولوجيا كلية العلوم الإنسانية قسم الدراسات اللغة العربية والإسلامية، أهلا ومرحبا بكم لدراسة مقرر البلاغة 2 علم المعاني، والذي سنتناول موضوعاته في 12 لقاء تعليميا بإذن الله سبحانه وتعالى، تتابعون فيها بجدية واهتمام وتنفيذ للتكاليف والأنشطة بصورة جادة. المقرر هذه بياناته أمامكم، اسم المقرر البلاغة 2 علم المعاني، الكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، والقسم الدراسات الإسلامية واللغة العربية. الكتاب المقرر هو بنفس العنوان أيضا، البلاغة 2 علم المعاني، إصدار جامعة العلوم والتكنولوجيا، أستاذ المقرر الدكتور عبد الله علي الثوري. إيميله أو بريده الإلكتروني أمامكم كما تشاهدون. نبدأ أعزائي الطلاب والطالبات بإيضاح أهم معالم علم البلاغة. علوم البلاغة كما هو معلوم لديكم وربما مرت عليكم هذه المعلومة 3. العلم الأول هو علم البيان، وهو من أكثر العلوم البلاغية استخداما. وعلم البيان يبحث في إظهار المعنى وإجلائه بالأساليب البيانية البلاغية المعهودة والمشهورة والتي درستموها قبل هذا المقرر. العلم الثاني هو علم المعاني، والذي نحن بصدد دراسته في هذه اللقاءات المتتابعة. العلم الثالث وهو علم البديع، والذي يدرس المحسنات البديعية اللفظية، فهو يهتم باللفظ عموما بالتركيب البلاغي بصورة لفظية. وسنتناول هذه العلوم، بقية هذه العلوم بالتفصيل إن شاء الله. أهداف هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى، يتوقع في نهاية هذا اللقاء أن تكونوا قادرين على أن تعرفوا مفهوم المعاني، تعرفوا مفهوم علم المعاني تعريفا سليما أو صحيحا، تحددوا موقع علم المعاني بين العلوم البلاغية، تشرحوا بدايات علم المعاني ونشأته، توضحوا مراحل تطور علم المعاني، كذلك تعددوا أهم موضوعات علم المعاني. وبذلك سنتناول هذه، من أجل تحقيق هذه الأهداف سنتناول الدرس في ضوء المحاور أو العناصر الآتية، وهي بيان مفهوم علم المعاني، ثم علم المعاني وعلاقته بعلم البيان، ثم علم المعاني وعلاقته بعلم البديع، ثم سنتناول علم المعاني وعلم النحو، ثم سنتحدث عن بدايات علم المعاني ونشأته ونظرية النظم التي أسسها عبد القاهر الجرجاني وهي أساس علم المعاني، كذلك سنتناول مراحل تطور علم المعاني بصورة تفصيلية وموجزة أيضا، ثم سنتناول الموضوعات التفصيلية لعلم المعاني. قبل أن نبدأ ذلك التفصيل، سنتناول بعض التساؤلات التي آمل منكم أن تهتموا بالإجابة عنها بصورة جيدة. ماذا نعني بأحوال تركيب الكلام؟ تركيب الكلام ليست المسألة في اللغة العربية بالذات أن نكون كلاما كيفما جاء واتفق، إنما المطلوب أن نهتم بمحورين، ركزوا بمحورين في تركيب الكلام. الجانب النحوي، بحيث يكون التركيب الكلامي سليما من الناحية القواعدية النحوية. ثانيا، يكون تركيب الكلام أيضا وفق الدلالة المرادة، وهذا ما يراد به من البلاغة، إذ أن البلاغة كما تعلمون هي الكلام على ما يناسب الحال وعلى مقتضى الحال. ونعني بأحوال تركيب الكلام الذي يدرسه علم المعاني هو ما يتصل الجملة وبأجزائها من تقديم وتأخير وذكر وحذف وتعريف وتنكير وغيرها من أساليب تركيب الكلام التي تستخدم لإيراد المعنى. مثال ذلك، كتب محمد الدرس. بإمكاننا أن نختصر أو نحذف لفظا من هذه الجملة فنقول كتب الدرس، أو نقول الدرس كتب، قدمنا وأخرنا، أو ننفي ونقول ما كتب الدرس. هذه الأساليب التي تلاحظون استخدامها بتنوع في تركيب أصلي واحد، لا شك بأن دلالاتها تتنوع حسب التركيب زيادة ونقصا وتقديما وتأخيرا. فنلاحظ كما ذكرت لكم أن عندنا جملة أصلية، هذه الجملة الأصلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول به، ولها غرضها الرئيسي طبعا الذي هو
التصوير الحدثي الفعلي لما يحدث أو لما نريد أن نصوره من خبر. ثم إذا ما أردنا استخدام هذه الجملة بأساليب متنوعة لا شك بأن دلالاتها طبعا تتنوع. بإمكانكم الإجابة عن هذا السؤال ويعني كتقييم أولي أو مبدئي، وهو طلب منكم أن توضحوا الأساليب البلاغية المستخدمة للتعبير عن المعنى في يعني الأمثلة السابقة. كتب الدرس أو كتب الدرس، الدرس كتب، ما كتب الدرس، كتب محمد الدرس. هذه التراكيب أو هذه الجمل أنتم لا شك تلاحظون أن لكل جملة دلالتها كما بينت لكم سابقا. فمثلا كتب محمد الدرس جملة خبرية تنبئ بأن محمد كتب الدرس، بينما كتب الدرس جملة أيضا خبرية تبين بأن الدرس كتب لكن كاتبه مجهول. واختصرت هنا لشيء أردته في نفسي كمتكلم، إما لأني لا أريد أن أتكلم عن يعني المتحدث عفوا الكاتب، أو لا أريد أن يعني أظهره أو مخافة عليه أو من هذا القبيل كما سنبين في موضوع الحث في دروس أخرى. وكذلك ما كتب الدرس أنا أريد أن أنفي، بحيث أني لا أريد أن أثبت ما الخبر، إنما أردت نفيه نفيا ليس كليا أو قاطعا. على العموم ستلاحظون ذلك في الفقرات الآتية. هناك علاقة ما بين علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. فعلم المعاني يهتم كما ذكرت لكم في البداية بأحواذ اللفظ العربي من حيث مطابقة اللفظ للمعنى ومطابقة المعنى لمقتضى الحال، إذ لابد أن يكون الكلام موافقا للحال. وهذه هي البلاغة، البلاغة أن تتحدث بمقتضى الحال بما يناسبه الحال، سواء في جملة المعنى أو الدلالة العامة أو في التركيب الذي يؤثر في المخاطب، طبعا بصورة كما قالوا موجزة. إذ أن البلاغة كما أنها الكلام على مقتضى الحال فهي أيضا الكلام بإيجاز. أما علم البيان فيهتم بإظهار المعنى ووضوحه وإظهاره للسامع، ولذلك قال الله تعالى في حق بيان رسوله: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذ أنه شرط أو اشترط أن يكون هذا البلاغ ماذا؟ مبينا، أي مؤثرا واضحا جليا ليس فيه لبس. ومن هنا جاء معنى البلاغة، من البلاغ الواضح المبين. وهذه هي مهمة علم ماذا؟ علم البيان. أما علم البديع فكما ذكرت لكم سابقا فهو الذي يهتم بالمحسنات اللفظية من تضاط وجناس وغيرها من موضوعات، وسجع وتذييل وغيرها من موضوعات علم البديع. ثم يعني هذه العلوم الثلاثة لا شك بأنها تشكل لوحة متكاملة عن بناء علم البلاغة بصورة عامة. هناك علاقة بين علم المعاني وعلم النحو، يا ترى في نظركم أنتم هل هناك ارتباط ما بين المعاني وبين علم النحو؟ أعتقد بأنكم كدارسين يعني في اللغة العربية والدراسات الإسلامية تجدوا هذه المسألة بوضوح. لماذا؟ التركيب الكلامي لابد أن يكون مضبوطا بقواعد تسمى القواعد النحوية كما تعلمون. هذه القواعد النحوية لابد أن تكون لنا تركيبا سليما له دلالة معقولة. فمثلا لو قلت شرب محمد البحر، التركيب النحوي سليم ليس في ذلك إشكال، فعل وفاعل ومفعول، لكن الدلالة هل هي سليمة؟ هل هي معقولة؟ ولذلك سماها سيبويه أو ابن هشام الجملة المستحيلة الصحيحة نحويا، الجملة المستحيلة دلاليا. صحيح لا يمكن لمحمد أن يشرب البحر أو حمل محمد الجبل، هذه الجملة أيضا من حيث تركيبها سليم، لكن من حيث الدلالة غير معقولة أو كما قال سيبوي مستحيلة. إذن فهناك علاقة وطيدة ما بين علم المعاني وعلم النحو. كما ذكر عبد القاهر الجرجاني أنه لابد لكي يكون النظم معجزا أو الكلام معجزا أن يسير وفق قواعد النحو وتكون دلالته مقبولة لدى السامع. فمن خلال دراستنا للنحو والبلاغة يتبين لنا هذه العلاقة يعني. وعليه يعني التركيب الكلامي نضبطه طبعا نحويا من حيث الحركات ومن حيث أيضا القواعد السليمة لبناء التركيب، كما نضبطه أيضا دلاليا، إذ أن المتحدث يدرس حالة المخاطب، الحالة النفسية المخاطب، هل هو يتأثر، هل يعني الدلالة مناسبة لمستواه، كما سندرس في مستويات ماذا المخاطب عند إلقاء الخبر عليه. مع الأخذ في الاعتبار
أن الإعراب الذي يدرسه علم النحو هو من أهم ركائز بيان علم المعاني. مثلا لو قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، هنا خطأ نحوي وخطأ قرائي، أثر بالتأكيد على الدلالة وحول المنعم من الخالق إلى المخلوق أنا. طبعا يعني هذه الحركات التي يضبطها علم النحو لها علاقة كبيرة بعلم الدلالة، ولها علاقة كبيرة بإظهار المعنى وإجلائه، إذ لا يصح إلا أن تقول صراط الذين أنعمت حتى يستقيم المعنى وفق المعنى الكلي للنص القرآني أو أي نص عربي. حسنا، سنتحدث الآن عن علم المعاني ونشأته وتطوره ومراحل نموه. الآن سنتحدث عن نشأة وتطور علم المعاني. علم المعاني نشأ نشأة متصلة بعلم البلاغة بصورة عامة، بحيث يعني اتضح لنا بأن الاختلاط ما بين علم البيان وعلم المعاني كان فعلا فيه إشكال. بدأت البحوث الجادة في علم يعني المعاني. سنتحدث الآن أعزائنا الطلاب والطالبات عن نشأة علم المعاني. علم المعاني ارتبطت نشأته بعلوم البلاغة بصورة عامة، حتى أن الفصل بينها كان صعبا، لكن كان الهم الأول يعني اكتشاف عند اكتشاف هذا العلم هو البحث عن سر إعجاز القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الكلام العربي الفصيح الذي ظن العرب بأنه من جنس كلامهم، فلماذا جاء معجزا؟ لماذا هم لا يستطيعوا أن يأتوا بحديث مثله، بآية من مثله، بعشر آيات من مثله، بحديث كثير من مثله، بصورة من مثله؟ لم يستطيعوا، مع أنه من جنس كلامهم. فأخذ العلماء، علماء اللغة الأوائل، يهتمون بهذه المسألة، لماذا أصبح القرآن معجزا مع أنه من نفس نص الكلام العربي؟ من هنا ظهرت عدد من الخصائص والمميزات التي يتميز بها النص القرآني عن غيره من النصوص، وبدأ البحث بعد ذلك عن سر إعجاز القرآن الكريم. تجلى ذلك في كتاب أسرار البلاغة الذي وضعه العالم اللغوي البلاغي عبد القاهر الجرجاني. عبد القاهر الجرجاني مع أنه جاء متأخرا عن علماء البلاغة الأوائل الذين أشاروا إشارات معينة إلى علم البلاغة بصورة عامة، لكنه استطاع أن ينظم أهم ما يتعلق بموضوع البلاغة في كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز في نظريتيه المشهورتين، نظرية النظم التي تركز على التركيب الكلامي وسر الإعجاز، ونظرية البيان في كتابه أسرار البلاغة. يعني هذا الرجل حاول قدر المستطاع أن يجسد لنا علم المعاني بصورة رائعة وبصورة مقربة، وهو أول من وضع نظرية بلاغية لغوية خاصة باللغة العربية، حيث أن هذا الرجل أوضح أن الألفاظ لا تؤدي إلى البلاغة بمفردها. الألفاظ لا، كاللفظ ليست المشكلة فقط فيه، أو أن السر فقط في الإعجاز فيه، أو المعاني ذاتها لا، إنما جمع ما بين الألفاظ والمعاني وجعل السر في يعني قوة تأثير التراكيب القرآنية هو التركيب أو النظم، ومن هنا جاءت نظرية النظم كما سنتحدث عنها فيما بعد بالتفصيل. تحدث عن الإعجاز البياني أيضا في كتابه دلائل الإعجاز البياني القرآني، وحاول طبعا أن يستشهد بكثير من النصوص العربية من شعر ونثر وغير ذلك. أشار إلى أن الإعجاز يكمن في نظم الكلام وسبكه وفق القواعد النحوية كما ذكرت لكم والقواعد الدلالية، وكانت هذه كما ذكرت لكم قبل قليل هي نظرية النظم. عبد القاهر يعني أسس نظرية النظم بصورتها المتكاملة التي خلاصتها أن عليك أن تركز على النص بأكمله لتستخرج السر الإعجازي فيه، ومن هنا توصل إليها عبد القاهر الجرجاني، بحيث يكون الكلام متسقا منسجما بلاغيا ومنسجما ماذا نحويا. وهذه هي الدلالة العامة للنظم. إذا ما فعلا أردنا أن نركز في النصوص الموجودة لدينا،
نجد أن التركيز غالبا يكون في هذه التراكيب. إذا مثلا لو قلت الآن إذا حضر الأستاذ ثم وقفت، ألا تروا بأن التركيب فيه خلل وأن المعنى فيه لم يكتمل وأنه بحاجة نفسيا وعقليا ودلاليا إلى إكمال؟ هذا طبيعي. إذن فاختلال النظم هو الذي يظهر الضعف في النص، ومن هنا أراد أن يعالج القضية هذه فوضع لنا نظرية النظم التي توضح لنا أن التركيب لكي يكون سليما ولكي يكون معجزا فإنه يعتمد على ركيزتين ذكرتهما وأركز عليهما باستمرار، هما الارتباط والموافقة لقواعد النحو وكذلك للجوانب الدلالية. هل هناك علاقة بين النظم والمعاني؟ لا شك كما ذكرت لكم، فحسن النظم يؤدي إلى إيراد المعنى بصورته الرائعة وبطرق متنوعة. فإذا كان علم المعاني يدور حول إيراد اللفظ بطرق متعددة كالحذف والإضافة والوصل والفصل بين الجمل وغيرها، فإن المعنى مرتبط بذلك كله. وقد أوضحت لكم في البداية إذا ما ذكرتم الجملة التي هي كتب الدرس، كتب الدرس، ما كتب الدرس، ما كتب محمد الدرس، كتب محمد الدرس، لن يكتب محمد الدرس. كل تركيب من هذه التراكيب بالحذف أو الإضافة أو التقديم أو التأخير له دلالته، فالنظم لا شك بأنه مرتبط بماذا؟ بالمعنى. تقول مثلا لمن يسأل عن الذي رسم الخارطة، سعيد رسم الخارطة؟ أنت الآن تسأل، تركيب سعيد رسمها خبرية، رسمها سعيد، ما رسم الخارطة إلا سعيد. ثم سكت عن هذا كله وقلت سعيد لمن يسألك عن من رسم الخارطة، الذي رسمها سعيد. إذن هذه الدلالات تنوعت تنوع متباين جدا، فيه بون، ما فيش ارتباط كثير، لأن التركيب مع أن الألفاظ هي نفسها لكن التركيب تنوع، وهذا ما نسميه بالتقديم والتأخير والحذف، وهو ما ركزت عليه نظرية النظم، بل ما ركزت عليه بعض النظريات الحديثة والتي اشتقت أصلا من ما كتبه الجرجاني. إذا تمثلت جهود الجرجاني المتوفى عام 471 هجرية في الركائز الآتية: دلائل الإعجاز، وهو كتابه المشهور بإمكانكم تطلعوا عليه، وهو كتاب رائع لكل من يدرس الدراسات الإسلامية والعربية بأمس الحاجة إليه. كذلك أسرار البلاغة، وهو كتابه أيضا الذي وضع فيه النظرية المتكاملة للبيان، ويعني الجهد الشامل الحقيقي من هذا وذاك هو اختراعه ويعني وضعه لنظرية ماذا؟ النظم، التي هي النظرية الثمرة لعلومه البلاغية التي اجتهد فيها. إذن هذا ما قام به الجرجاني، أو أهم ما قام به الجرجاني. لماذا بدأنا بالجرجاني مع أن هناك علماء أشاروا إلى علوم البلاغة قبله؟ لأنه استطاع أن يجسد البلاغة في نظرية يعني سليمة وواضحة، واستطاع الدارسون بعد ذلك أن يتجهوا اتجاها أدبيا تذوقيا لعلوم البلاغة. إذن النظم يعتمد على المعنى، يعتمد على ماذا؟ على النظم. المعنى يعتمد على النظم، وهذا النظم يعتمد على ركيزتين كما ذكرت لكم: النحو والدلالة. إذن مؤسس علم البلاغة بالصورة الحقيقية هو منشئ نظرية النظم، وهو عبد القاهر الجرجاني. اعتمد في دراساته البلاغية كما ذكرت لكم على موضوع النظم، وأصبح الشغل الشاغل بعد ذلك لعلماء البلاغة بعده. يا ترى، لا شك بأنكم من خلال الفقرة السابقة اتضح لديكم العلاقة ما بين علم البلاغة وعلم المعاني بالذات وعبد القاهر الجرجاني. فيا ترى ما هو حال العلاقة بين النظم ويعني علم المعاني؟ النظم كما ذكرت لكم، وعلم المعاني بعلومه التي هي التقديم والتأخير والوصل والفصل والقصر، وهذه العلوم التي سوف ندرسها. لا شك بأن العلاقة واضحة، تتبين من أن التركيب اللفظي يختلف أو تختلف دلالاته وتتنوع من يعني تركيب إلى آخر بواسطة ماذا؟ يعني حسن استخدام موضوع النظم. حسنا، هناك إشارات في موضوع علم المعاني قبل الجرجاني. هذه الإشارات
أشار إليها بعض العلماء كسيبويه، ومعلوم سيبويه بأنه مؤسس علم النحو، لكنه تعرض لبعض علوم البلاغة كما سنوضح ذلك بالتفصيل. كذلك بشر بن المعتمر في صحيفته المشهورة بصحيفة بشر بن المعتمر، وهي مع إيجازها لكنها وضعت بعض المعالم التي أشارت إلى ماذا؟ إلى علم المعاني أو إلى علم البلاغة بصورة عامة. ثم جاء الجاحظ أبو عثمان عمرو بن محق الجاحظ المتوفى 255 هجرية في كتابه المشهور بالبيان والتبيين، هو ألف كتب كثيرة، ألف كتبا كثيرة، لكن أهم كتاب فيما يتعلق بموضوعنا هذا هو كتاب البيان والتبيين، الذي من خلاله وضح بعض الموضوعات البلاغية كالإيجاز الاستعارة وغير والتشبيه وغيرها من موضوعات علم المعاني، عفوا علم البلاغة بصورة عامة. ثم تحدث بعد ذلك الباقلاني في أيضا إشارات موجزة إلى بعض علوم البلاغة كالاستعارة وغيرها. ثم السيرافي والذي توفي 358 هجرية وجاء بعد يعني الجاحظ. ثم بعد ذلك الروماني 368 هجرية وتحدث عن بعض علوم البلاغة. ثم المبرد في كتابه الكامل في اللغة، ويعني قبل الجرجاني القاضي عبد الجبار الهمذاني. هؤلاء العلماء الذين نتحدث عنهم الآن أشاروا إشارات موجزة، فمن أهم هذه الإشارات مثلا سيبوي يعني أشار إلى نظم الكلام وتنسيق العبارات في كتابه المشهور بماذا؟ أكيد تعرف الكتاب المشهور لسيبوي، وهو كتاب الكتاب، كالاهتمام بالحروف الذي فيها عطف وأثرها في صحة النظم، أيضا بتقديم المسؤول عنه بعد أداة الاستفهام بإخبار النكرة عن يعني النكرة مبينا أن لكل استعمال معنى. هذه كلها علوم بلاغية يعني تتصل مباشرة بعلوم البلاغة. ثم ظهر بعد ذلك رأي واضح وجلي في إشارات صريحة لبشر بن المعتمر في صحيفته المشهورة بصحيفة بشر، وهي مهتمة بالجوانب الخطابية البيانية، وفيها كثير أو فيها يعني ما يشير إلى النظم الذي أشار إليه عبد القاهر الجرجاني. أيضا ما أورده الجاحظ في كتابه البيان والتبيين كما أشرت لكم سابقا من تماسك الكلام وتماسك أجزائه وحسن نظمه، ويعني بإمكانكم أن يعني عند قراءتكم لهذا الكتاب أن تتضح لديكم هذه المعالم بصورة مباشرة من أول الكتاب. ثم جاء بعده المبرد في كتابه الكامل في اللغة، حيث أشار إلى قيمة النظم في الكلام وكذلك في وضوح المعنى. يأتي بعد ذلك أيضا السيرافي الذي تكلم عن وضع الكلمات وترتيبها وبعض من موضوعات أيضا علم البيان وعلم المعاني. ثم الرماني والمتوفى 368 هجرية تحدث عن التلاؤم بين الألفاظ والمعاني وتلاؤم التراكيب ومعاينها. ثم الباقلاني في كتابه المشهور بإعجاز القرآن الذي أشار إلى النوم وأهميته. كذلك القاضي عبد الجبار الهمذاني يرى أن الفصاحة لا تظهر في الكلام المفرد بل الكلام المنظوم. لكن أكثر من تبنى النظم هو عبد القاهر الجرجاني كما أشرت إلى ذلك سابقا. ثم بعد ذلك جاءت يعني اهتمامات علمية وبحثية في العلوم البلاغية اهتمت بعملية التقعيد ومحاولة يعني تجسيم البلاغة في عدد من القواعد. ومن هذا الاتجاه أو في هذا الاتجاه اتجه الفخر الرازي المتوفى 606 هجرية في كتابه نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز الذي اختصر فيه كتاب الجرجاني. طبعا هو طور بعض الأشياء لكنه اقتصر على عدد من التعريفات وحاول شرحها. بذلك تتضح لدينا صورة إلى حد ما موجزة عن مراحل يعني الحديث عن علم البلاغة بصورة عامة وعن تقسيم علم المعاني بصورة أدق وعند الجرجاني في نظرية النظم والبيان، ثم من جاء بعدهم ممن حاول تقعيد يعني علوم البلاغة. إذن بإمكانكم تلخيص أهم الآراء التي سبقت الجرجاني عن النظم والمعاني، ولا شك بأنكم استوعبتم ذلك. يأتي بعد ذلك عالم لغوي
أطبقت سمعته الآفاق وهو السكاكي، علي بن محمد السكاكي، وهو الذي يعني حاول أن يجسم البلاغة كما ذكرت سابقا بقواعد متفرعة يعني كثيرة. فالسكاكي المتوفى 626 هجرية وضع كتابه مفتاح العلوم، جعل قسمه الثالث في علوم البلاغة موزعا على علمين فقط، هما علمي المعاني والبيان، وألحق بهما الفصاحة والبلاغة والمحسنات البديعية المعنوية واللفظية. السكاكي حاول قدر المستطاع أن يقعد، لكنه فرع في قواعده بصورة يعني تفريعية كبيرة، حتى أصبحت البلاغة كما قالوا بأن السكاكي سكك البلاغة، سكك البلاغة يعني حاول أن يجعل منها تفرعات كثيرة حتى سئم منها طلبة العلوم اللغوية، وبذلك نفر الناس من هذا الاتجاه، الاتجاه التقعيدي، وحاولوا قدر المستطاع أن يتعلموا البلاغة بشكل ذوقي. فالتقعيد قالوا قادهم إلى التعقيد لفنون البلاغة، وأفقد البلاغة وظيفتها الحقيقية التي هي يعني التذوق والتأثير والوصول بالمعنى إلى أبلغ مدى في المخاطب. فلكن ذلك الاتجاه أيضا قعد يعني قواعد متعددة. لكن يا ترى قد يبرز إلينا سؤال، ما هو السبب الذي يعني جعل العلماء يهتموا بالاهتمام بعلوم البلاغة؟ السبب الحقيقي كما ذكرت لكم في البداية هو محاولة كشف الأسرار لإعجاز القرآن الكريم. ننتقل الآن إلى فقرة مهمة حول علم المعاني بصورة عامة، وهي الموضوعات التي تحدث عنها علم المعاني. ما هي الميادين التي تحدث عنها هذا العلم؟ ننتقل الآن إلى نقطة جديدة نوضح فيها أهم موضوعات علم المعاني. هذه الموضوعات تشكل الإطار العام لعلم المعاني، حيث كان علم المعاني أو أصبح علم المعاني مهتم بهذه الموضوعات وحصرت فيه غالبا، يعني هناك تفريعات لهذه الموضوعات لكن غالبا ما تكون هذه الموضوعات الأساسية، حيث يبحث علم المعاني عن في الخبر وتنوعه بلاغيا حسب حالة المخاطب كما سيتضح في دروس أخرى، مكونات الجملة العربية من حيث دلالتها، حيث يتم ذلك يعني من خلال دراسة المسند والمسند إليه وأحوالهما، الحذف ومزاياه البلاغية وأحكامه وأهميته وبلاغته، كذلك الوصل والفصل بين الجمل وما يحسن منه وما لا يحسن وأسبابه وأحكامه. ثم يتناول من المعاني أيضا القصر وطرق القصر وأنواع القصر وأدوات القصر أيضا الإطناب والإيجاز، المساواة وغيرها من الموضوعات المتصلة بهذه الموضوعات الرئيسة. لا شك بأنكم تعرفوا أهم هذه الموضوعات من خلال سؤالنا لكم، ستجيبوا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا موضوعات المعاني بإمكاننا ترتيبها كالآتي: الخبر وتنوعه بلاغيا، ثم الفصل والوصل، مكونات الجملة التي هي المسند والمسند إليه وما يتعلق بها من تقديم وتأخير وغير ذلك، الإيجاز والحث والقصر والإطناب والتقديم والتأخير والمساواة. هذه أبرز موضوعات علم المعاني. في نهاية هذا اللقاء أعزائنا الطلاب والطالبات، سنعطيكم هذا التكليف وآمل أن تتعاملوا معه بجدية وإرساله على البريد الإلكتروني الموضح في الشاشة أمامكم. والتكليف طبعا لا شك بأنه يزيد الدارس ارتباطا بالمادة وبالمقرر، ويزيده فهما وتطبيقا، وآمل التفاعل معه وإرسال، وعليه طبعا يعني درجات كما هو معلوم. الخلاصة، ماذا أخذنا في هذا اللقاء الذي يعد اللقاء الأول في هذا المقرر؟ تحدثنا عن علم المعاني بصورة عامة، وتحدثنا بصورة عامة عن علم البلاغة ونشأة علم المعاني وتطوره، وتحدثنا عن تعريف علم المعاني ومفهومه، وعلم المعاني وعلاقته بعلم البيان، وتحدثنا عن علم المعاني وعلاقته بعلم البديع، وتحدثنا عن علم المعاني وعلاقته بعلم النحو، إذ قلنا لا يمكن أن يفهم التركيب إلا سلامة النحو والدلالة معا. تحدثنا عن بدايات علم المعاني ونشأته وتطوره،
ومجهود العلماء الذين قبل الجرجاني تحدثنا عن نظرية النظم وأساس علم المعاني ومراحل تطور علم المعاني، تحدثنا عن موضوعات علم المعاني بصورة عامة، هذه أهم عناصر تحدثنا فيها في هذا الدرس. ختاما ننبه إلى أن هناك مجالات أوسع بإمكان الدارس أن يرجع إليها، كتب ومراجع، من هذه الكتب البلاغة علم المعاني إصدار جامعة العلوم والتكنولوجيا، دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة عبد القاهر الجرجاني، علم المعاني للدكتور عبد العزيز عتيق، وغيرها من الكتب البلاغة ما أمكن، وبالعودة إلى النت وغير ذلك من المراجع التي تسهل الوصول إلى المعلومة والتوسع فيها. درسنا التالي أعزائنا الطلاب والطالبات بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون حول أول موضوع من موضوعات علم المعاني، وهو الخبر وأحوال الخبر من الناحية البلاغية. نأمل الاستعداد والتحضير له بعد تنفيذ التكليف الخاص بهذا اللقاء ليكون ذلك إن شاء الله معينا لكم في استيعابه وفهمه. إلى ذلك الحين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.